لدينا اتفاق أو تحالف رباعي مع الحزب الدعوة والمجلس الأعلى والاتحاد الوطني، ولكن هذه هي السياسة. السياسة لا صداقات دائمة ولكن مصالح دائمة، وهذا هو عمل السياسة. وحقيقة تقريرك وكأنه الإطار، كأنه التيار الصدري أو الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني داخلين في حالة حرب. هذه هي العملية الديمقراطية. نتائج الانتخابات تتطلب أحيانا أن تتخذ قرارات جوهرية قد تغير مسار العملية السياسية. وبالتأكيد نحن قد حسبنا جيدا لكل الاحتمالات، لأن لا يمكن كحزب سياسي لديه قيادة حكيمة، لديه خبرة في العمل السياسي، لديه مستشارين، لديه مخططين استراتيجيين، أن لا نحسب ما نقوم به. وبالتأكيد حساباتنا كلها تتوجه اليوم بأنه لدينا مرشح لرئاسة الجمهورية وداخلين به ليس تكتيكا وليس أمرا فنيا وليس ضغطا، وإنما ذاهبون به نحو رئاسة الجمهورية. يعني أنتم حسبتوها بمنطق السياسة، بمنطق المصالح، شفتوا مصلحتكم مع الصدريين أكثر من مصلحتكم مع الإطاريين وتوجهتوا. وين يعني ممكن تنطيني وين المصلحة مع الصدريين اللي ما ممكن تتحقق مع الإطاريين؟ وين؟ لا، أولا خلينا نكون واضحين، كل الحكومات السابقة وإن كان الكتلة الصدرية وحتى الحزب الديمقراطي جزء فيها وبالتأكيد يتحملون نتائج هذه الحكومات، هذه نقطة مفروغين منها، ولكن من كان يقود الحكومة دائما هم الإطار التنسيقي الحالي، سواء كان حزب الدعوة بمسمياته السيد المالكي، السيد العبادي، السيد الجعفري، وثم عادل عبد المهدي، كل هؤلاء يمثلون أجزاء مهمة بالإطار التنسيقي، ولم نحقق معهم شيئا. لذلك يجب العمل على تغيير هذا المسار. سنذهب بمسار، أنا لا أقول الأغلبية، نذهب بمسار حكومة ائتلافية موسعة